على بركة الله شيخ عصام، يعني نبدأ هذه الحلقة ونتكلم عن استقبال يوم عرفة، يوم عرفة إن شاء الله غدا، والجميع يترقب هذا اليوم لفضله وعظمته وعظم الأجر في هذا اليوم وصيام هذا اليوم أيضا، ولكن كل هذا كلام عادي، الكلام الغير عادي من حضرتك أكيد بعد التأصيل من الكتاب والسنة على فضل هذا اليوم وكيف نستقبل هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. فأتقدم بداية بخالص التهنئة للأمة الإسلامية جمعاء، يعني مناسبة أن غدا إن شاء الله هو يوم عرفة، النهاردة يوم التروية. نعم. وسمي بالتروية لأنه يروى فيه عن الحجيج بشرب المياه ووجود المياه وكذا إلى آخر هذه المعاني. وغدا إن شاء الله ينطلق الناس من الصباح الباكر إلى يعني عرفات، وعرفة يعني موقف. نعم. والحج عرفة كما قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يعني يمكن لأي إنسان أن يستدرك أي شيء فاته من ذي قبل في الحج. نعم. أو ما يأتي إلا عرفة. ولذلك توجد خدمة يعني تشكر عليها المملكة العربية السعودية من قديم تفعلها للمرضى الذي مرض قبل عرفة، أنه بينقل بالطائرة لمجرد يمر بها قليلا أو بأي وسيلة نقل. نعم. ولو دقائق ويمضي. نعم. إن الحج بالنسبة له أهم ركن فيه عرفة. هو عرفة. نعم. فهذا اليوم له عظمته وله أهميته من باب الحج كحج، ونحن لغير الحجيج أيضا له أهمية. وهي دي اللفتة الجميلة يا شيخ عصام، حياتك دائما بتقول الناس وتذكرنا وتذكرهم أن هناك واجبات على الناس اللي ما رحتش تحج وتشارك بها الحجيج. الجميل بقى ان يوم عرفه له فضل عظيم جدا لمن صامه. نعم. وحضرتك تتكلم عنه وتقول الحج عرفه. نعم. له ايضا اهميه كبيره عند الحجاج. هو يصوم غير الحج، اما الحج. نعم. فليس له ان يصومه. صحيح. لان غير الحج بيصوم انه يغفر له سنه ماضيه. نعم. لكن الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. الله. ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. نعم. مش بيغفر لك سنة، ده كل اللي فات اتمسح بأستيكة. أيوة. فأنت مش محتاج لهذا اليوم للصيام، إنما أنت محتاج أنك أنت تتفرغ فيه لعبادة الله وطاعة الله كحاج. نعم. فهنا تكمن وتأتي أهمية عرفة. واحد، لأنه يوم ركيزة مهمة في الحج. نعم. ركن مهم. اثنين، لأنه يوم يعني خير أيام العام. نعم. يغفر الله عز وجل في الإنسان. ثلاثة، في هذا اليوم نزلت فيه آية مهمة، آية كمال الدين ورضا الإسلام. نعم. اليوم أكملت لكم دينكم. قابل أحد أحبار اليهود عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالوا يا عمر لقد نزلت عليكم معشر المسلمين آية، لو نزلت علينا نحن اليهود لاتخذناها يومها عيدا لنا. نعم. قال ما هي؟ قال قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. قال عمر رضي الله عنه والله إني لا أعرف أين نزلت ومتى. نعم. نزلت، نزلت في يوم عرفة في. نعم. حجة الوداع. فهذا اليوم له هذه البركات سواء للحاج أو لغير الحاج أو لنا كمسلمين بوجه عام في مناسبة هذا اليوم، فهذا يدل على أهميته. أيوة. نعم. عندما يقسم الله عز وجل بهذا اليوم في القرآن، يعني قول الله عز وجل وشاهد ومشهود في سورة البروج، وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن اليوم الموعود، هل كل هذه تدل على عظم هذا اليوم فضلا على أنه ركن من أركان الحج وركن أهم من الأركان المهمة في الحج؟ كل هذه شواهد ودلائل. نعم. ما ذكرناه شواهد ودلائل على أهمية هذا اليوم. نعم. ولذلك لهذه الأهمية علينا أن نشمر عن ساعد الجد للاجتهاد الكبير في هذا اليوم. نعم. يعني لو أنت لله المثل الأعلى، مدير قال يا جماعة اللي هيجي بكرة وهيشتغل هنديله شهر زيادة. تمام. الناس بتعمل ايه؟ كله هيجي ينام في البيت الاول ياخد كفايته، وكله يجي من الصبح وقاعد ومش مشكلة، وتعب شوية لو زاد الجهد ده شهر. صحيح. اللي انا بتعبه، انما انت السنة دي يعني اليوم ده ربنا بيقولك فيه هيغفر لك عام مضى. ايوه. عام فات بكل ما فيه. نعم. فهذا دلالة على اننا علينا ان نستعد لهذا اليوم. كيف نستعد؟ ده موضع الايه؟ الحوار والنقاش. طيب، كان سئل او ورد عن ابي قتاده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفه فقال يكفر السنه الماضيه والسنه القابله.
دي رواية مسلم، هذا يعني حديث صحيح أم ضعيف؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني تمنى من الله أنه يعني يكفر سنة مقبلة كذلك. نعم. يعني يتمنى على الله ذلك. طيب. لكن اللي أؤكد والذي ليس موضع خلاف أنها سنة ماضية. نعم. سنة مقبلة الله أعلم إحنا نعيشها ولا أصلا يعني. أيوة تمام. طيب يعني بيستحب طبعا الصيام زي ما حضرتك تفضلت وقلت عشان الناس تبقى فاهمة يعني لغير الحاج يعني. نعم. إنما الحج ليس صوم عرفة وسنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير الحاج، والإنسان يصوم في هذا اليوم. نعم. يقضي اليوم بطاعة الله، بالذكر، بتلاوة القرآن، بعمل الصالحات. صيام يوم كبقية الأيام الصيام المهمة، زيادة فيها أنه يكثر فيه من الدعاء لنفسه ولإخوانه وللمسلمين عامة. تمام. سواء للحاج أو لغير الحاج، الدعاء هذا طبعا ده مطلوب من الجميع، ولذلك من المهم جدا في عرفة ألا تسيس خطبة الحج. أيوه. الحج في عرفة الخطبة فيها لابد أن تكون تمثل المسلمين جميعا. نعم. لا تمثل قوما ولا تمثل بلدا ولا قطرا ولا بلدا معينا. نعم. ولذلك غالبا بتبقى غالبا أن معظم خطب العرفة إلا القليل أنها تأتي تخاطب الأمة في قضاياها العامة والكلية والمهمة. نسأل الله القول في ذلك. طيب هو أيضا ذكر عن يوم عرفة أنه هو اليوم الذي أخذ الله فيه الميثاق على ذرية آدم. يعني كل ده موضع خلاف. يعني أن ده يوم عرفة عشان المكان عرف فيه آدم حواء الله أعلم. نعم. قيل عرفة لأني الميثاق الله أعلم. لا عرفة لأنه يعني في عرف النفس وبعضهم يوم القيامة. كل دي يعني ما فيش نص عندنا يقول ده اسمه عرفة عشان إيه. نعم. والأسماء لا تعلل يعني ما هيش شرط. أيوه. منى اسمها منى ليه؟ مزدلفة اسمها مزدلفة ليه؟ أيوه. حجر إسماعيل اسمه حجر إسماعيل ليه؟ نعم. أقصد مش كل حاجة. زمزم عرفنا أن اسمها زمزم لعلة أن هي إيه؟ زمي زمي أنها لتضم فسميت زمزم. في بعض أسماء لها أسباب لها علل، لكن مش شرط أن احنا كل اسم معناه أن له سبب. يعني أنت والدك سمك أحمد. أيوه. أحمد معروف أنه من الحمد، لكن هو سماك احمد تحديدا ليه؟ عشان اي معنى هو عايزه. ايوه. هو حب الاسم من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سميت عصام، يعني ايه عصام؟ قد يكون في اسماء ليس لها معنى. نعم. لان بعض الناس تبقى مصر عايز يعرف اصدا يعني ايه معناه. قد يكون لها معنى وقد لا يكون لها معنى اصلا. نعم. زي القبيله التي تزوج منها سيدنا اسماعيل، قبيله جرهم، يعني ايه جرهم؟ لا نعرف. فالاسماء ليس شرطا ان تعلل او يكون لها عله واسباب، انما يعني إذا وجد لها سبب أو اسم لا من، لكن الاسم ملوش علاقة بمدى أهمية وشرعية المكان. تمام. طب إيه العبادات الشخصية اللي يجب أن يحافظ عليها الحاج حتى ليفوز بالعتق في هذا اليوم يعني؟ الحاج يحافظ في ذلك على صلواته اللي بيأديها. نعم. على الذكر، على الدعاء، هذا أهم الدعوات المطلوبة منه. صدقات. نعم. يعني الكرم اللي معاه ناس من معه في خيمته في ميناء أو في عرفة أو في مزدلفة أو في أي مكان من الأماكن. نعم. المطلوب منه في هذه الأماكن إكرام الناس، إكرام الجيران، حسن الخلق، كل هذه من العبادات المطلوبة. واحد يقول لك ده إزاي حسن خلق؟ حسن خلق عبادات. نعم. يدخل في إطار العبادة، لأن كل ما يفعله المسلم ابتغاء مرضات الله هو باب من باب من أبواب عبادة الله عز وجل، لأن العبادة في الإسلام شاملة ليست قاصرة على الصلاة إنما لا. ولذلك بعض الناس لما تيجي يعني يقول لك مثلا وانت فقير معكش فلوس لك يا اخي زكى عن عافيتك. ايوه. يعني ايه؟ يعني العافيه والبدن عليه زكاه وعليه عباده تكون بانفاق هذا الجهد في طاعه الله عز وجل. طيب احنا ممكن نشارك الحجيج بايه بكره غير الصيام يا شيخ عصام؟ يعني غدا يوم عرفه نشاركهم بقى في ايه؟ بالتكبير مثلا بالحاجات دي ولا؟ نعم، التكبير والتلبيه والدعاء والذكر. نعم. كل هذا مشاركه. طيب تمام، جزاكم الله خيرا.